ذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس أو الطبيب الحاذق متى ما تمكن من استعمال الوقاية فلا حاجة له بالعلاج، ونحن الآن في وقت مناسب جداً إلى استعمال أسباب الوقاية، لأن المرض ده لو دخل علينا ما حنقدر على مقاومته. فالواجب علينا الآن أن نمتنع من كل التجمعات أياً كانت. وهذه الجمعة والجماعة لولا أن الأمر يتعلق بالأحكام السلطانية، وما من حق الأئمة أئمة المساجد ولا الدعاة كونه يقرر أن الجمعة تقام ولا لا، ده ما من حقهم. ولولا ذلك لأوقفت الجمعة حسب ما أعلم من الفتوى الشرعية في وجوب وقف التجمعات، ولكن الأمر ما بيليني أنا كإمام مسجد، إنما يلي الجهات المسؤولة. فالواجب يا أخواننا على الجميع من ناحية فتوى شرعية، دي اللي بعلمنا من نصوص الكتاب والسنة، وقف جميع التجمعات، لأنه الآن يا أخواننا نحن لسه في صحة وفي عافية، وكوننا نمنع دخول المرض علينا أولى لينا وأفضل من نخلي المرض يتمكن مننا ونفتش بعدين في أسباب العلاج. إذا كانت الدول العظمى الآن كندا وبريطانيا تعاني من توفير الأكسجين لمن أصيب بالمرض، بريطانيا تعجز لحد ما أصدرت توجيهات إلى أنه يعطوا الأولوية لمن هم دون 65 سنة، والفوق 65 سنة ده ليأكلوا نارهم. إذا كانت دي دول عظمى فكيف بينا نحن في الأحوال العادية ما قادرين نوفر أكسجين لثلاثة مرضى في العاصمة وأربعة مرضى ما قادرين نوفرها. فالأولى بينا الآن وقف جميع التجمعات، إن كانت جمعة وجماعة للتجمعات الواجبة والتجمعات المباحة عرس ومناسبات اجتماعية، والتجمعات كذلك المحرمة حفلات رقيص وأندية، والتجمعات البدعية حوليات وشغل بتاع تجمعات شركية حول القبور والمزارات، دي مفترض تقيف قبال كورونا ذاته، قبال كورونا ما يجي مفترض تقيف. وقف كل هذه التجمعات لماذا؟ لما فيها من توسيع انتشار المرض. والمساجد الناس بيتعاطوا الفرش مع بعض، والفرش ده فيه نفس للأنفاس داخل الفرش، وهذا من أخطر وسائل نشر المرض. ولذلك لو كان الأمر بيدي أنا إمام مسجد حدي بس أدي الفتوى الشرعية البعلمة، وإلا مفترض الناس توقف الجماعة ما ينادوا بالأذان إلا إنه الناس يصلوا في بيوتهم. والجمعة ليه؟ ده أبرأ لينا يا أخواننا وأطهر لصحتنا وأحفظ لديننا. وما تسمع الفتاوى بتاعت الناس السياسية كله له غرض، بعضهم غلطوا إنه ينتشر المرض ويكثر الفساد ويموت الناس لحد ما يتوصل إلى غرضه السياسي. ولذلك احذروا أيها المسلمون، ما نكون نحن أجسادنا وأعراضنا وأبنائنا وأنفسنا تكون عرضة للأغراض السياسية. نحن نبتعد عن أماكن التجمعات. المسجد ده شل بعلمانا شرعا تجد تصلي في بيتك، والمسجد ده إن أوقفت الجمعة، لأنه ده ما من حقنا نوقفها، ده حق الدولة، إن أوقفت الجمعة الحمد لله، ولو ما أوقفت الأفضل إنك لو جيت تجيب معاك مصلاية في يدك وما تباشر الفرش بنفسك، تجيب مصلايتك فرشها ده لو باقي على الجاية أنت، وإلا صلي في بيتك كل الصلوات وامتنع عن أي تجمعات. وحتى الأشياء المهمة الأولى إنه يكتفي الناس فيها فقط بما تقوم به الكفاية، تشييع بتاع جنازة بس نكتفي بقدر الناس اللي بيقدروا يشيعوا الجنازة وندعو له ربنا بالرحمة والمغفرة من بيوتنا، هذا أحفظ لنا. ونحن من أكثر البلدان هشاشة وضعفا وقلة في المواد الصحية وضعفا في التوعية، وإلا والله يا أخواننا لو المرض ده خش علينا نحن إلا يخمونا بالكراكات تاني، والله إلا يخمونا بالكراكات، لأنه زول تاني بيقدر يتعالج ما فيه. فهذا ما أعرفه من الشرع وما
أدين الله تعالى به وما أقف بين يدي الله به من الفتوى الشرعية. صلوا في بيوتكم كل الصلوات الخمسة في بيتك، أي تجمع بلمك مع الناس لو ضروري شديد خليك أنت لابس كماماتك ومحصن نفسك، والوقاية والحرص على السلامة لا ينافي التوكل، عشان ما في واحد يغشك يقول لك أتوكل على الله وأعمل أي حاجة. نعم أنا بتوكل على الله لكن ما بتعرض للمرض، ونحن ما أعظم توكل من عمر بن الخطاب، ولا أعظم توكلا من المهاجرين ولا الأنصار اللي رفضوا يدخلوا الشام لأنه فيها الوباء، إحنا ما أعظم توكل منهم ولا أعظم ديانة منهم، وده كان جهاد في سبيل الله، رجعوا من الجهاد حفاظا على أنفسهم وسلامة لهم.